أهلا بكم مشاهدي هنا لبنان. كما نشاهد قادة الجيش خرج من لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. بطبيعة الحال قائد الجيش لا يتحدث للإعلام، ولكن لا شك بأن هذه الجلسة قد تطرقت إلى الملف الرئاسي وهو أمر طبيعي، ولكن حتى الآن قائد الجيش لا يتحدث. عليك طبعا هناك يعني عدة مواضيع يمكن أن يطرحها أيضا قائد الجيش مع الرئيس نبيه بري، لا سيما تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية في البلاد فيما يتعلق بمسك أو إمساك الجيش اللبناني بالوضع الأمني، خصوصا في ظل الفراغ الرئاسي وفي ظل كل ما يجري من تطورات على الصعيد الاقتصادي. ولكن أيضا هناك أمر مهم لابد وأنه قد طرح في هذا الاجتماع بين رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، وهو مسألة يعني هي موجودة كبند في مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يعقد إما الاثنين أو الثلاثاء المقبل بحسب آخر المعطيات. هناك في جدول الأعمال مشروع القانون المعجل الذي يرمي إلى ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية كافة، جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وجمارك، اعتبارا من 1/1/2023، وعلى مرسوم إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب. يعني هذا الأمر موجود بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض بحسب آخر المعطيات أن تعقد يوم الاثنين والثلاثاء ربما على أبعد تقدير بحسب ما أبلغنا. طبعا ليس هناك من قرار رسمي حتى هذه اللحظة بموعد جلسة مجلس الوزراء، ولكن هناك إصرار من الرئيس ميقاتي على عقد هذه الجلسة، خصوصا وأن هناك موضوع ملح هو مسألة الكهرباء، في حين أنه أيضا حزب الله وعبر يعني بعد شخصياته قد أعلن المشاركة في هذه الجلسة شرط ربط جدول الأعمال فقط حصرا بموضوع الكهرباء، وبالتالي موضوع الجيش ربما يعني لا يحضر حزب الله في حال كان هناك يعني بند غير الكهرباء، أو ربما يحضر وعندما ينتهي البند المتعلق بالكهرباء يخرج وزراؤه من الجلسة وبالتالي يفض النصاب. يعني طبعا هذه هي المسألة الخلافية. على كل يعني سنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ماذا ستؤول إليه الأمور. إذا هذا الاجتماع بين رئيس مجلس النواب وقائد الجيش يأتي بعد اجتماع آخر عقده قائد الجيش بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويعني على الرغم من أنه ما في بالعادة بيانات رسمية تحدد ماهية الأمور التي بحثت مع قائد الجيش نظرا لحساسية الموضوع، إلا أنه لابد وأن الرئاسة رئاسة الجمهورية قد بحثت اليوم كما بحثت بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، علما بأنه كما يعلم الجميع فإن موقف الرئيس نبيه بري هو لصوب سليمان فرنجي، وإن لم يعلن الأمر بشكل مباشر، وإنما لا يغلق الطريق الرئيس بري أمام أي حوار يجري على رئاسة الجمهورية. أيضا لابد من التذكير بأنه يوم الخميس المقبل هناك جلسة جديدة رقم 11 لانتخاب الرئيس، علما بأنه الجلسة كان مفترض أن تحصل الخميس الماضي، ولكن نظرا للمستجد بوفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني هذا الأمر دفع الرئيس بري إلى تأجيل هذه الجلسة. على كل أي شيء جديد تابعوا دائما هنا لبنان، وكان معكم ربيع شنطف وعلي شقير من عين التيني، إلى اللقاء.